كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى القبائل التي تأتي إلى الحج الوفود ويعرض عليهم الإسلام. نبي صلى الله عليه وسلم قد تتعين 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 لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأوس والخزرج، هؤلاء أنصار هم من الأوس والخزرج، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام. نبي صلى الله عليه وسلم بان توب لو بيد قد جين تو دعوة رقا تو بطان إسلام نقنو نقام بطان قل سفوانا كي قد بان توب قل سفوان شموحاو الخزرق هاي نقوف داكي قل سفوان بو أنصار دان موبي مدينة المنورة. اختارهم الله سبحانه وتعالى لنصرة هذا الدين. الله سبحانه وتعالى بان كرر قل سفوان تيني أو تفوكي نيك توي تداسة سنير بحرو رجعوا إلى المدينة وقيمة الله بطلقان مدينة وبدأ الإسلام ينتشر إسلام طبعا كبتها بريد ريدان ثم رجعوا العام الثاني إلى الحج ترعي موقوكي طبعا الله طو مكة لو كنو مشنين بطار اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه وقي طبعا بجوب النبي صلى الله عليه وسلم دعوي بان سبس ما يتعين تعين النبي صلى الله عليه وسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته وكان من سبس ما يتعين تعين النبي من دعوي كان صميان هان الجوي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الناس يهاجروا من مكة إلى المدينة منوه كمان جاء بطعام في كامل في منوه في مكة وكان مدينة وأذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة فهاجر عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نبي صلى الله عليه وسلم بطرو بان أنيا في كامل في منوه في مكة وكان مدينة دعوي فينوه وطمان في دمنا في منوه كي جمعين أبي بكر الصديق رضي الله عنه.